ورجعنا لكم تاني في صباح الخير يا مصر. يومين بيفصلونا عن عيد الأضحى المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين وكل الأمة الإسلامية والعربية بألف خير. النهاردة تحديدا أو خلال الفترة دي بيتم شراء واختيار الأضاحي بالنسبة للناس اللي بتضحي. إيه هي الشروط الخاصة بالسن والحالة الصحية علشان تكون مناسبة للذبح؟ هي الشروط دي إزاي نختار الأضحية؟ ده اللي احنا هنتعرف عليه من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني. صباح الخير يا دكتور طارق. صباح الخير يا أستاذ أحمد، صباح الخير يا أستاذة بسنت، صباح الخير لكل السادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بكل خير يا رب. كل سنة وحضرتك طيب وبصحة وسلامة يا رب. يعني إيه النصيحة بقى اللي بتنصحها للناس اللي بتضحي وبتختار الأضحية في الوقت ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لحضرتك تم تشكيل لجان من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجانة والهيئة العامة للخدمات البيطرية. وبنغطي كافة محافظات الجمهورية ومراكزها وأماكن وبيع أماكن ومراكز بيع الأضاحي والحيوانات للتأكد والاستوصاف من وجود حيوانات صالحة ومناسبة وسليمة. يعني إحنا يعني دي زي لجان متابعة كده يا فندم، صح؟ لجان متابعة على مدار الـ 24 ساعة وبدون توقف. كمان إحنا كنا نزلنا إرشادات في كافة وسائل الإعلام وفي مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطري. ولكن هقول لحضرتك برضو الإرشادات السريعة اللي ممكن من خلالها المواطن يقدر يحكم بشكل ظاهر على الأضحية. أول حاجة يبتدي بوسط رأس الحيوان، لازم تكون مرفوعة لأعلى مش متدلية لأسفل. هنشوف العينين بتبقى عينين لامعة، مفيش فيها لا اصفرار ولا احمرار ولا في إفرازات دمعية. هنشوف ونلاحظ تنفس الحيوان، مفروض يكون طبيعي، مفيش نهجان أو كحة أو سعال. أشوف الأنف بتاعة الأضحية أو الحيوان غير مصابة، مفيش فيها رش ولا إفرازات. الفم واللسان أيضا يبقى خالي من أي التهابات أو إفرازات مخاطية. همشي إيدي على الصوف أو الشعر بتاع الحيوان، هيكون نظيف وأملس ومفيش فيه أماكن منحولة أو خالية من الشعر والصوف. ولو حاولت أشده مش هيطلع معايا بسهولة. جلد الحيوان هيكون خالي من اي تشققات او تقيحات او دمامل او خراليج لو مشيت ايدي عليها حس بيها. طبعا الحيوان مش مقطوع الاذنين، مش منزوع الخصيتين، مش مكسور القرنين. الحيوان بيكون نشيط حركه، لو حاولت ازقه ان هو بيستجيب معايا وبيتجاوب معايا بيقاوم. القوائم الاربعه بتكون ممتلئه، مش نحيلة ولا ضعيفة لكنها مستقيمة وقوية. ده بيدل على زيادة نسبة التصافي وإنتاج اللحوم. لو مشيت إيدي بقى على منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر مش هحس ببروز من العظم، لكن أحس إنها ممتلئة بنسيج اللحمي والعضلي. ده برضو بيدل على زيادة نسبة التصافي وزيادة إنتاج اللحم من هذه الحيوانات. الكرش ما بيكونش ممتلئ، لما اضغط عليه من الجوانب مش هحس بانتفاخات غير طبيعيه. اخر حاجه كمان هو بيبقى خالي من اي علامات او مظاهر للاسهالات، وده هيبان على مؤخره الحيوان او حوالين الديل او تحت الحيوان. طيب دكتور، يعني شرط الاضحيه يكون العمر عامين، عايزه اعرف الاول ده ليه، وهل الشخص العادي يقدر يعرف عمر الاضحيه بطريقه سهله؟ هي من خلال القواطع بتاع الحيوان، سواء كان الأغنام سواء كان الجمل سواء كان الأبقار والجاموس. لكن خليني أقول لحضرتك، لو أنا ما عنديش خبرة أو دراية بتحديد عمر الحيوان وديت بتتحدد من القواطع، فهتوجه لأقرب إدارة زراعية أو إدارة بيطرية مني وهم هيوجهوني أو هيساعدوني في اختيار الأضحية عموما مش بس العمر. لكن ما فيش حاجة أقدر أعرف بيها كإنسان عادي من خلال القواطع، من خلال القواطع بتاعة الأسنان بتاع الحيوان أقدر أحكم بها على العمر. ولكن زي ما بقول لحضرتك، الأفضل لو أنا ما عنديش خبرة في اختيار الأضحية هيروح معايا أقرب مهندس زراعة أو طبيب بيطري من أقرب إدارة زراعية أو إدارة بيطرية.
دكتور طارق، طب لو بشتري يعني أبقار أو جاموس، أعرف إزاي اللي هي بينطبق عليها المواصفات والشروط الخاصة بالأضحية وإنها خالية من أي أمراض، يعني دون اللجوء للأماكن البيطرية بشكل عام؟ أكيد في أعراض ظاهرية ممكن تظهر أو يتعرف عليها الشخص اللي بيضحي على طول يعني. طيب بص يا استاذ احمد، انا قلت لحضرتك اولا ان في لجان بتكلفات من معالي وزير الزراعه والسيد نائب الوزير للثروه الحيوانيه والسمكيه والداجنه. اللجان دي على مستوى الجمهوريه من مديريه او مديريات الزراعه ومديريات الطب البيطري، ونغطي ونتابع كافه مراكز بيع الاضاحي واماكن. يعني دي المراكز يا فندم اللي هي الحاجات المعلنه او الحاجات التابعه للوزاره، لكن احنا يعني في البعض بيستسهل وبيشتري من مثلا من فلاحين، بيشتري من اماكن ريفيه مباشره، فبرضه عاوزين نيسر عليهم الامر شويه يعني. طب انا كنت قلت لحضرتك دلوقتي حالا ان احنا قلنا 15 نقطه لو هنراعيها في الحيوان، هي ديت اللي بتاكد ان الحيوان سليم. يعني دي سواء كان ماعز او ابقار او جاموس. على نعم. كل الحيوانات. حاجتين تاني بقى بنصح بيهم. الحاجه الاولى ان لازم يتم الذبح في المجازر، ودي كانت تكلفات وتعليمات معالي الوزير ان المجازر فتح ابوابها للمواطنين مجانا. هنا الذبح بيتم بعد اتمام الفحوصات الطبيه والبيطريه لا. للتاكد والتيقن من سلامه وصحه الحيوان. اللحوم التي تنتج من الذبح في المجازر على ايدي المتخصصين بتكون افضل، ناهيك طبعا عن ان احنا بنبعد عن تلوث البيئه. يعني احنا بنتمنى وبنشجع طبعا الذبح داخل المجازر الاليه، لان ده كمان في حفاظ على صحه المواطنين. اتفضل يا فندم. الحاجة الثانية، في أي مشكلة أنا تواصل التواصل الإلكتروني فورا مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام واتساب 0155 862 6681 أو 82. أقول الرقم ثاني، 0155 862 6681 أو 82، وده واتساب، وبتتوجه على طول سواء كان بقى طلب او شكاوى او شكوى. نعم. بتتوجه على طول لجان لمكان الشكوى ان شاء الله. طب دكتور، يعني البعض بياكل للاسف الاضحيه ملح كتير عشان تشرب ميه وتوزن اكتر، ازاي الموضوع ده انا كانسان عادي وانا رايحه كده انقي الاضحيه بتاعتي اقدر اعرفه؟ ده بيبان فندم في الكرش، وكان من ضمن النصايح او الارشادات اللي احنا بنقولها الواحد يقدر يعرفها ويتحسسها سواء كان بالشكل بعينه المجرده او بالدين، اللي هو هيتحسس على الكرش هيحس بانتفاخ، حاجه مطبله معاه، هيحس بانتفاخ غير طبيعي في على جوانب الكرش ايا كان الحيوان. نعم دكتور، اسعار الاضحيه القايم او اللي هي الصحيه بشكل عام يعني شهدت انخفاض خلال الايام الماضيه، ايه السبب في ده؟ هو في كذا سبب، بس هقول يمكن اقول اهمهم في عجاله. كان معالي وزير الزراعه الشهر الماضي كلف اللجنه الاستراتيجيه المشكله بقرار دوله رئيس الوزراء 2080 لدراسه الوضع الراهن وتحديد احتياجات البلد، وبالفعل اجتمعت اللجنه برئاسه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه، وتم الموافقه على استيراد 166,500 رأس من الحيوانات، منهم 52,500 رأس من دولة السودان الشقيقة مع 25,000 رأس من الأجناد. عايز أقول لحضرتك إن ما تم يعني المعروض كتير فهو اللي مقلل السعر. لا، المعروض برضو خلينا نقول متوازن مش كتير. إحنا الحمد لله حالياً عندنا قواعد بيانات سليمة وصحيحة ومدققة، ومن خلال قواعد البيانات إذا بتقدر متخذ القرار، هذه قواعد البيانات بتسهل كثيرا لمتخذ القرار إنه بيتخذ القرارات السليمة وفي الأوقات المناسبة. ويمكن إحنا يا أستاذ أحمد آخر سنتين ولاحظنا الحمد لله في استقرار في كميات المعروضة من الحيوانات سواء كانت قوس أو لحوم، وفي ثبات في أسعارها. يمكن في الوقت برضه كله اللي كانت دول العالم بتعاني من مشكلات تتعلق بنقص في المواد الغذائية أو زيادة في أسعارها، وخاصة في خلال جائحة كورونا، الحمد لله مصر كانت من الدول المحدودة التي كان فيها ثبات في الكميات والأسعار. الحمد لله يمكن دوت بيرجع برضه لتكاتف الإخوة المنتجين والمربيين مع وزارة الزراعة،
مش بس كده، انا عايز اقول لحضرتك كمان يمكن في مطلع 2020 لما توقعنا ان اكتفائنا الذاتي من اللحوم الحمراء هيكون 52% وهنستورد من الخارج 48% في صوره رؤوس حيه او لحوم مبرده ومجمده، الحمد لله بنهايه السنه لقينا انتاجنا زاد ل 58% وقلت فاتوره وارداتنا من الخارج الى 42%. الحاجة الثانية عايز أقول المشروع القومي للبيتيلو، يمكن كلنا عارفين المشروع القومي للبيتيلو اللي هو بمنع ذبح الحيوان على وزن أقل من 100 كيلو جرام، يعني بيديني كمية من اللحوم تقريبا 30 كيلو جرام بالكتير، وقواعد وقرارات وزارة الزراعة أصبح ممنوع ذبح الحيوان قبل 400 كيلو جرام على الأقل، اللي أصبح يديني تقريبا بس 400 كيلو جرام دي هتفرق في السن كيلو. كمان صح؟ بتفرق في السن وبتفرق يعني هتزود عمر وبتفرق في كمية اللحوم المحصول عليها، يعني أنا بدل ما كنت بجيب 30 كيلو جرام بقيت بجيب 240-250 على الأقل، يعني 7-8 أضعاف. خليني أقول لحضرتك إن مشروع القومي للبيتيلو بدأ سنة 17 ب 100 مليون جنيه، سنة 18 و19 المبلغ المخصص زاد 400 مليون جنيه، سنة 2020 فقط زاد المبلغ المخصص للمشروع القومي للبيتيلو 3,600,000,000 جنيه، وزاد كمان مليار جنيه سنة 2021. يعني هي جهود مشكورة وجهود يعني الكل يعني بيثني بالجهود الخاصة بوزارة الزراعة ككل في توفير يعني العرض والطلب كمان وتقنين الحصول عليه بشكل مباشر وسليم. بس عاوز أراجع مع حضرتك أخيرا رقم الشكاوى والمقترحات اللي حضرتك قلته، وهو 0155-862-6681 أو 8-2، الرقم ده للشكاوى والمقترحات الخاص بوزارة الزراعة. كنت معنا هاتفيا الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، شكرا لك.